يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا هنا تراءى الجيشان، جيش المسلمين وجيش المشركين، في أول معركة فاصلة بين الإسلام والكفر، هي معركة بدر. لما رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه إلى السماء، قال: اللهم إن قريشا قد جاءت بخيولائها وفخرها، اللهم إن قريشا جاءت تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداء. ورأى جملا أحمر عليه عتبة ابن ربيعة الذي أشار على قريش أن تنسحب، قال: أن يطيعوه يرشدوا، يطيعوا صاحب الجمل الأحمر يرشدوا. ثم جاء النبي إلى جيش المسلمين يسوي الصفوف، وكان فيهم سواد بن غزية قد تقدم على الجيش، فلما جاءه وكان كاشفا عن بطنه دفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى وجهه قد تغير، قال: لعلي أوجعتك؟ قال: نعم يا رسول الله. الآن المعركة ستبدأ، الآن الجيش سيقاتل. ويقول سواد: أوجعتني يا رسول الله. قال: تريد أن تستقد تأخذ حقك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: خذ حقك مني. قال: اكشف لي عن بطنك. فكشف النبي عن بطنه والصحابة ينظرون، فانكب سواد على بطن النبي يقبله ويبكي، قال: ما صنعك على هذا؟ قال: يا رسول الله، سوف نقاتل القوم وربما نموت، فأردت أن يكون آخر العهد بهذه الدنيا أن تمس بشرتي بشرتك. أما أبو جهل فلما رأى جيش المسلمين أيضا دعا ربه الذي يشرك به، قال: اللهم أقطعنا للرحم وجاءنا بما لا نعرف، اللهم أينا كان أحب إليك فانصره اليوم. واستجاب الله للدعاء: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي نزل عليكم عذاب الله جل وعلا. لما عبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجيش الإسلامي الثلة المؤمنة واقترب الصفان المؤمنون مع الكافرين، دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العريش ورفع يديه إلى السماء وأخذ يدعو الله جل وعلا: مهما فعلنا، مهما تجهزنا، فما النصر إلا من عند الله عز وجل. أخذ يدعو ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم عهدك الذي وعدتني، اللهم وعدك يا رب. أخذ يدعو الله ورداؤه يسقط من على كتفيه، وأبو بكر وراءه يعيد الرداء مرة أخرى ويرأف لحال النبي ويقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز ما وعدك. فأخذ النبي إغفاءة قليلة، ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل إلى أبي بكر ويبتسم وقال: يا أبا بكر، أبشر أبشر، هذا نصر الله قد أتى، جبريل قد نزل،
على الخيل والنقع عن ثناياه، ومعه 1000 من الملائكة نزلوا من السماء، والنبي قد فرح بنصر الله الذي نزل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال وينظر إلى أصحابه يقتربون من الكفار، قال سيهزم الجمع، يبشر أصحابه جمع الكافرين هذا سيهزم ويولون الدبر سيهربون، لكن بعد قليل. ثم أخذ حصباء من الأرض ثم رمى بها وجوه القوم وقال بسم الله، شاهت الوجوه. يقول الراوي فما من أحد من المشركين إلا ودخلت الحصباء في عينيه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لست أنت الذي أوصلت الحصباء إلى عيونهم، بل إن الله عز وجل هو الذي أوصلها. بداية المعركة، بداية فتيلها واشتعاله، رجل من المشركين اسمه الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، رجل خبيث سيء الخلق، قال أمام الناس قال والله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فأسرع إلى الحوض فاستقبله من؟ أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، فضربه ضربة قطع رجله، فسقط عند الحوض وأخذ يحبو يريد أن يبر بقسمه. فلما سقط بالحوض بادره حمزة بضربة أخرى صرعه بها، فأصاب المشركين حزيمة وانخفضت معنوياتهم، فأخرجوا 3 من كبار قاداتهم، عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة، وابن عتبة اسمه الوليد، 3 من كبار القوم ومن أحنكهم قتالا، خرجوا يريدون المبارزة. وهكذا كانت بدايات المعارك، يريدون المبارزة مع المؤمنين. قالوا من لنا؟ عتبة وشيبة والوليد ابن عتبة. فخرج 3 من شباب الأنصار يريدون أن يضحوا لأجل هذا الدين. فسألهم مشركو قريش من أنتم؟ شباب من الأنصار قالوا أكفاء، لكن لا حاجة لنا بكم. قالوا وما تريدون؟ قالوا نريد قومنا، نريد أهلنا، أي يريدون من المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عبيد بن الحارث، يا حمزة بن عبد المطلب، يا علي بن أبي طالب، أيضا رجال أبطال، قوموا لهم. فقام حمزة أمام شيبة، وقام عبيدة وكان أكبر القوم أمام عتبة، وقام علي أمام الوليد، أما حمزة لم يمهل صاحبه شيبة، 2 ضربات فأرداه صريعا. أما علي كذلك فلم يؤخر صاحبه، ضربه ضربة أوقعه على الأرض وصرعه، وبقي عبيدة بن الحارث أمام عتبة، فضرب هذا هذا وضرب هذا هذا، فسقط 2 ولم يموتا. فجاء حمزة وعلي بن أبي طالب فأجهز عليه وقتلاه. فكبر المؤمنون الله أكبر الله أكبر. فأنزل الرب عز وجل هذان خصمان، أي فريق من المؤمنين، ثلة من المؤمنين، عصابة من المؤمنين، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد يا الله، ونصر الله يتنزل من السماء. والخصم الآخر من المشركين الذين جاءوا يقاتلون يقودهم إبليس بنفسه، هذان خصمان، ما الذي جعلهم يتخاصمون؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم، منهم من يؤمن به ويوحده، أما الخصم الآخر والفريق الآخر فإنه يشرك به ولا يوحده. فبدأت المعركة بتلك المبارزة واشتد وحمي الوطيس. Oh!
اشتدت المعركة والتحم الصفان وحمي الوطيس، طارت الرقاب، طاشت الدماء، قوم يقاتلون في سبيل الله وقوم يقاتلون في سبيل الطاغوت والشيطان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه يشجعهم يحمسهم، شعارهم أحد 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 أحد، والتكبير يرتفع، والنبي يقول لهم: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم أحد فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال رجل من الصحابة اسمه عمير بن الحمام، قال: بخ بخ. قال: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهل الجنة. قال: فإنك من أهلها. وكان يريد أن يأكل ثمرات فرماها، ودخل المعركة فقاتل حتى قتل. في تلك المعركة كانت رؤوس تطير لا يدري أحد من قطعها، أيادي تقطع. يقول أحد الصحابة: وأنا في المعركة جئت إلى أحد المشركين أريد قتله، فرأيت رأسه يطير قبل أن أصل إليه، رأينا أيادي تقطع ولا أحد عندها، والرب عز وجل يقول للملائكة: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اقطعوا منهم كل بنان، لما؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. جبريل بنفسه نزل، الملائكة تقاتل، أهل الإيمان يقاتلون أهل الكفر، وأهل الكفر يتراجعون يتزعزعون، خارت قواهم، تشتتت صفوفهم، ضاع لواؤهم، لا يدري أحد يقاتل من أجل ماذا. أما أهل الإيمان قلة قليلة لكنها صابرة محتسبة، يموت من أهل الكفر من يموت. في تلك اللحظة كان إبليس متنكرا بينهم بصورة سراق بن مالك، كان ينظر إلى هذا الوضع فهاله ما رأى. فإبليس يرى الملائكة تتنزل من السماء تقاتل مع أهل الإيمان، هنا أخذ يهرب، فرآه المشركون قالوا: يا سراق، بصورة سراق، يا سراق أين تذهب؟ ألم تكن جارا لنا؟ قال: لا، إني أرى ما لا ترون، أنا رأيت ملائكة ما رأيت بشرا يقاتلون. إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. هرب إبليس من المعركة، هرب معه من هرب، والمسلمون يقتلون ويثخنون فيهم الجراح، شعارهم أحد أحد، الله أكبر الله أكبر. لما ينتصر الإيمان مع قلة قليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والنبي معهم يقاتل معهم. وكان أشجع الناس بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. في تلك اللحظات والمشركون يهربون ويتزعزعون، قام رأس الكفر أبو جهل يريد أن يشجع أصحابه مرة أخرى، فيقول لهم: أين تذهبون؟ ماذا تفعلون؟ واللات والعزى لنقتلنهم قتلا ولنشردنهم تشريدا، لنقتلن واحدا منهم واحد تلو الآخر. أبو جهل يريد أن يعيد مرة أخرى الهمة في صفوف أصحابه لكنه لم يستطع. يقول عبد الرحمن بن عوف، يقول: كنت في المعركة فإذا بشاب عن يميني غمزني، اسمه معاذ، قلت: ماذا تريد يا بني؟ قال: أين أبو جهل؟ يسأل عن رأس الكفر أبي جهل. قال: أين أبو جهل؟ قال: وما شأنك وشأنه؟ ماذا تريد برأس الكفر؟ قال: سمعت أنه سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله لئن رأيته ليفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا، يا أموت يا يموت هو. شاب صغير، يقول عبد الرحمن: فعجبت منه، فغمزني شاب آخر عن يساري اسمه معوذ، قال: يا عم، نفس السؤال طلب. يقول: فبحثت عن أبي جهل فرأيته يصرخ في الناس، فقلت لهما: هذا صاحبكما. شابان صغيران من الصحابة. يقول: فانقض عليه كما ينقض الصقر على فريسته، هذا يضربه وهذا يطعنه. أبو جهل رأس الكفر، فرعون هذه الأمة، يسقط على الأرض صريعا. فيسرع الشابان إلى رسول الله، والصحابة يأسرون ويقتلون، وإذا بالمشركين يهربون. فجاء الشابان إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله،
قتلنا أبا جهل، قتلنا أبا جهل، كل واحد يقول أنا الذي قتلته، وصاحبه يقول بل أنا الذي قتلته. قال النبي لهما أريني سيفيكما، فرأى النبي سيفيهما فقال كلاكما قتلا، كلاكما قتلا. ثم لما بدأت المعركة تنفض قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بحثوا عن أبي جهل، بحثوا عن أبي جهل. فإذا بعبد الله بن مسعود رجل ضعيف البنية والجسد، أحد خير أصحاب النبي، رأى أبا جهل يلفظ أنفاسه الأخيرة، فصعد على صدره، برك على صدره ووضع رجله على عنقه، فقال أبو جهل لمن الدولة الآن، لمن الغلبة الآن؟ قال لله ولرسوله يا عدو الله. فقال أبو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. فإذا بعبد الله يحتز رأسه فيأتي برأسه ويرميه بين يدي النبي، فقال النبي لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا أبو جهل فرعون هذه الأمة قتل. إنها معركة حاسمة، واجه الأخ أخاه، والابن أباه، والأب ابنه، وبنو العم واجهوا بني عمهم. أبو عبيدة عامر بن الجراح وجده أبوه في المعركة فقاتله، فقتله أبو عبيدة، قتل أباه، إنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح. واجه أبو بكر ابنه، أما عمر بن الخطاب فقد واجهه خاله العاص ابن هشام، فضربه عمر بن الخطاب، ضرب خاله ضربة صرعه بها. أما مصعب بن عمير فقد أسر أخاه أحد الأنصار، فقال الأخ يستنجد بأخيه، فقال مصعب بن عمير عليك به فإن له أما تفديه. قال أهذه وصاتك بأخيك يا مصعب؟ قال أنت لست بأخي بل الأنصاري، أخي من دونك. فأنزل الرب في الصحابة وهم يقاتلون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لما يواجه الابن أباه والأخ أخاه والرجل ابن عمه في معركة، هنا يتبين الإيمان. بدأت المعركة تضع أوزارها، من المشركين من فر وهرب، ومنهم من قاوم وقتل، ومنهم من يؤسر ولا زال يؤسر. في هذه المعركة وجد عبد الرحمن بن عوف رأسا من رؤوس الكفر، من؟ إنه أمية بن خلف، مسكه وأسره، وأسر ابنه عليا، أسر الاثنين وأخذ يمشي بهما. ومنهم من المشركين من يقتل، ومن المشركين من يهرب. رأى بلال ابن رباح أمية بن خلف مأسورا عند عبد الرحمن بن عوف، وكان أمية قد عذب بلالا قبل الهجرة في مكة، فصاح بلال لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. فقال عبد الرحمن بن عوف إنه أسير يا بلال، ابتعد عنه. قال والله لا نجوت إن نجا. ثم صاح في المسلمين يا معاشر المسلمين إنه رأس الكفر أمية بن خلف. فقال عبد الرحمن لأمية وابنه عليا اهربا لا أغني عنكما شيئا. فهرب أمية وهرب ابنه عليا، فجاءه المسلمون وقتلاهما شر قتله،
قتل المسلمون من قتلوا من المشركين، وأسروا من أسروا من المشركين، سفكوا الدماء لأنهم حادوا الله ورسوله. هذا جزاء من يشاق الله ورسوله، القتل وسفك الدماء. أرادوا محو بيضة الإسلام، لكن الله عز وجل أراد أمرا آخر. هنا الآن هزم الجمع وولوا الدبر، هنا الآن تبينت حقيقة الكفر وأهله. هنا أول معركة فاصلة في الإسلام، هنا تبين الإيمان وظهر في قلوب أهل الإيمان. بعد أن انقضت المعركة ووضعت أوزارها، فر من فر وأسر من أسر، 70 من المشركين قتلوا، ومثلهم 70 أسروا، وجرح من جرح منهم. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى من قتل من المشركين فأمر بهم ليسحبوا إلى القليب. إلى أي قليب؟ إلى قليب بدر. تؤخذ الجثث العفنة، تؤخذ الجثث النتنة، فترمى في ذلك القليب جثة بعد أخرى. أين المشركون؟ أين الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسنوات طوال؟ الآن يرمون في هذا القليب. فلما رموا في القليب كلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف. أخذ يناديهم بأسمائهم: قد وجدتم ما وعدني ربي حقا، النصر والعزة، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، الذل والهوان والعذاب؟ قال عمر وبعض الصحابة: يا رسول الله، تكلم أمواتا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إنهم يسمعونني. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فلما وضعت الحرب أوزارها ونصر الله عز وجل هذه القلة المؤمنة، هذه الثلة من أهل الإيمان على جيش الكافرين، وحقق الله عز وجل وعده لنبيه، وهزم الجمع وولوا الدبر، هنا أخذ الصحابة يجمعون ما بقي وتخلف من أعمال ومن غنائم المشركين، أخذوا سلبهم. فإذا بهم يختلفون بعد هذا، قال الذين قتلوا من قتلوا: إن هذه الغنائم لنا، فنحن الذين قتلنا. وقال الذين جمعوا الغنائم: بل لنا، فنحن الذين جمعناها. وقال الذين حرسوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل لنا، فإننا قد حرسنا قائدنا. ولما اختلفوا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوزع الغنائم بالتساوي على كل الذين قاتلوا وشاركوا في المعركة. هنا تحقق نصر الله عز وجل. أما المشركون فقد فروا في الوديان وفي الشعاب، لا يدرون إلى أين يذهبون، ووصل بعضهم طريدا شريدا إلى مكة، ومكة تنتظر الأخبار، تنتظر من يبشرها بنصرها على محمد وأصحابه. فلما قدم أولهم واسمه الحيسمان، جمع المشركين وهم ينتظرون الأخبار المفرحة، لكنهم رأوا في وجهه تغيرا وسودادا. قالوا: ما الخبر؟ قال: قتل عتبة ابن ربيعة سيد من سادات قريش، قتل أخوه شيبة ابن ربيعة، قتل أبو الحكم الذي يسمى أبو جهل، قتل أمية ابن خلف. وأخذ يعدد سادات قريش، فذهل الناس وخيم الصمت عليهم. وكان صفوان بن أمية جالسا في الحجر، فجاءه الخبر
وعلم أن هذا الأمر حق. أما أبو لهب الذي تخلف عن المعركة رجع بعد سويعات، يقول: غلام كتم إسلامه، كان موجودا في مكة يعمل في بيت العباس عم النبي، وزوجته أم الفضل، وكلهم كانوا قد كتموا إسلامهم. يقول أبو رافع غلام صغير، يقول: جاء أبو لهب وقد سمع بالخبر لكنه لم يصدق، وعلاه الهم والغم، فجلس وجلست عنده وراء ظهره يقول: أسمع الأخبار. يقول: فجأة قيل في الناس: هذا أبو سفيان قد وصل، هذا أبو سفيان قد وصل. قال أبو لهب: عنده الخبر الحقيقي، الخبر عند أبي سفيان، هلم به إلي. فجيء بأبي سفيان ووقف عند أبي لهب، فقال أبو لهب: ما الخبر يا أبا سفيان؟ أخبرنا، ما الذي حصل؟ قال: والله ما إن لقينا القوم إلا منحناهم أكتافنا، يقتلون فينا ما شاءوا. قال: ماذا تقول؟ قال: قتلوا ساداتنا ولم يبقوا أحدا منا. قال: كيف وهم أقل منكم عددا؟ قال: رأينا قوما على خيل بيض يقاتلوننا من السماء، قوم على خيل ومعهم رماح وسيوف يقاتلوننا من السماء. يقول أبو لهب: أبصر ما تقول يا أبا سفيان. يقول أبو رافع: فقلت: والله إنها الملائكة تقاتل مع المؤمنين. يقول: فنظر إلي أبو لهب وصفعني. يقول: ثم سقطت على الأرض، ثم برك علي وأخذ يضربني وأنا غلام صغير ضعيف، يضربني ويضربني حتى جاءت أم الفضل زوجة العباس. يقول: فأخذت عمودا عصا كبيرة ثم ضربت به أبا لهب فشجت رأسه وقالت: أتفعل هذا لما غاب سيده؟ يقول أبو رافع: ما هي إلا سبعة أيام ثم أهلك الله عز وجل أبا لهب، قضي على أهل مكة، انكسرت شوكتهم، سمعت العرب بهزيمتهم وعزة أهل الإيمان، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. في المدينة كان المسلمون ينتظرون أخبار المعركة، أما المنافقون واليهود فكانوا يرجفون في المدينة ويشيعون فيها أن محمداً قد قتل وأن المسلمين قد هزموا. وفي تلك الفترة توفيت رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم، التي أمر زوجها عثمان، أمره النبي أن يجلس عندها. وهم على هذه الحال أرسل النبي إلى المدينة رسولين ليبشر المسلمين بخبر النصر، هما زيد بن حارثة على ناقة النبي القصواء وعبد الله بن رواحة. فلما أقبل على المدينة رأى المنافقون ناقة النبي عليها زيد بن حارثة، فقال: انظروا إلى ناقة محمد عليها زيد بن حارثة، قتل محمد، قتل محمد، وهذا زيد قد جاء بناقة محمد. فحزن المسلمون أن نبيهم قد قتل. فلما وصل زيد بن حارثة ووصل عبد الله بن رواحة إلى المدينة، فإذا بهما يزفان الخبر، خبر النصر على المسلمين، وإذا بصيحات التكبير: الله أكبر، الله أكبر، العزة لله ولرسوله. ويومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. ها هي أخبار النصر تقبل إلى المدينة، وما زاد هذا الخبر اليهود إلا حقدا وحسدا على الإسلام والمسلمين. وإذا بالنبي بعد أن مكث في بدر 3 أيام أمر الصحابة أن يذهبوا إلى المدينة، معهم الأسارى وكبار المجرمين. وهم في الطريق أمر النبي علي بن أبي طالب أن يضرب عنق النضر بن الحارث، فقد كان من كبار المجرمين. وكذلك أمر النبي عليا أن يضرب عنق عقبة ابن أبي معيط، ذلك الرجل الذي رمى سل الجزور على ظهر النبي، وذلك الذي خنق النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا تحقق وعد الله، سيهزم الجمع، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. لما أقبل المسلمون على المدينة خرجت وفود التهنئة تهنئهم، الله أكبر الله أكبر، العزة لله ولرسول الله. حتى قال أحد الصحابة اسمه سلمة بن سلامة، قال: علام تهنئوننا؟ والله ما لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعلقة فنحرناها. فابتسم النبي وقال: يا ابن أخي، أولئك القوم، أولئك الملأ، أي أنهم كبار الناس وصناديد قريش. وأقبل المسلمون على المدينة. في هذه اللحظة تظاهر عبد الله بن أبي بن سلول بدخوله في الإسلام. لأول مرة يكون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرى، ماذا يصنع بهم؟ هل يمن عليهم أو يفديهم أو يقتلهم؟ لم ينزل في هذا الأمر حكم، فلهذا استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. أما أبو بكر فاقترح أن يكون حكمهم الفداء، يعطوا مقابل عتق رقابهم أموالا أو أشياء ثمينة أو خدمة. أما عمر بن الخطاب فكان رأيه مخالف، كان رأيه أن يقتلوا جميعا، فتهابهم العرب ويعرف الناس الإسلام وقوته فلا يقترب منهم أحد من الناس. فمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرأي من؟ أبي بكر الصديق، وفدى الناس. يقول عمر: وفي الصباح غدوت فرأيت النبي وأبا بكر يبكيان. يقول: فقلت لهما: ما الذي يبكيكما؟ أخبراني لعلي أبكي معكما. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب أن العذاب عرض عليهم أدنى من هذه الشجرة بسبب فداء المشركين والأسرى. وعاتب الله نبيه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وجلس النبي يبكي وأبو بكر يبكي هيبة من الله جل وعلا، لكن الحكم نفد، ولكن أمر النبي وقع والفداء لابد أن يتم. بدأ الناس يفدون أنفسهم ب4000 ب3000، وبعضهم كان يعرف القراءة والكتابة، فكان فداؤه أن يعلم أبناء الصحابة القراءة والكتابة لحرص النبي على العلم والتعليم. وأرسلت زينب زوجة أبي العاص قلادة تفدي زوجها، فلما رآها النبي دمعت عيناه، لأن القلادة كانت عند من؟ عند خديجة. فتذكر خديجة رضي الله عنها وقال للصحابة: إن شئتم رددت القلادة على زينب وأرجعت لها زوجها. فرضي الصحابة، لكن اشترط على أبي العاص أن يرسل زينب إلى المدينة، ففعل. وهكذا فدى النبي الأسرى في أول معركة له في تاريخ الإسلام والمسلمين، لكنه فداء بعزة وبقوة. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبه وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه
من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي